لابد أن يفهم الأوروبيون أن بلدان أفريقية مستقرة آمنة قوية هي قوة لأوروبا وليس ضعف لها. لابد أن تتحرر بعض الدول من العقلية الاستعمارية السابقة. للأسف الدول المستعمرات السابقة لا تزال تحاول عبر سفاراتها وعبر سفرائها أن تكون هي من يحكم في هذه البلدان الأفريقية. لعلكم لاحظتم اللي حصل في أفريقيا، في النيجر، في بوركينا فاسو، في مالي، إلى حد ما في تشاد، في التوغو، في بنين. كل هذه التحولات هي تحولات جديدة لأفريقيا جديدة، أفريقيا الغير مستعمرة. ليس هذا عداء في الأوروبيين، ولكننا نرفض أو يرفضون الأفارقة أن يكون دولا مستعمرة. المستعمر دخل خرج من الباب كمستعمر، ولكنه ما زالت القواعد للأسف العسكرية، ما زالت السفارات إلى حد كبير تمارس الضغط وتمارس دور على هذه الدول. لكن اليوم هناك تحول جديد في أفريقيا الجديدة لأن تكون أفريقيا مساهم وتكون أفريقيا شريك وليس مستعمرة أو مستعمر سابق. نحن مع الشراكة، مع التشبيك، مع سياسة رابح رابح، مع أن نكون هناك توازن في العلاقات الدولية، ولكن ليست دولة قوية ودولة ضعيفة. هذا أولا. كيف يمكن يعبر الأفارقة بشكل آمن؟ ربما أحد هو، ولهذا نحن نناقش هذه المسألة، لأنها مسألة ليست وليدة اليوم، مسألة معقدة، مسألة بنيوية عندها أبعاد كثيرة، اقتصادية وسياسية وثقافية وأمنية وإنسانية، قضية يعني تأخذ أبعاد كثيرة جدا، وبالتالي قضية معالجتها لا تأتي عبر يوم وليلة. وبالتالي احنا فكرنا في 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 هذا المؤتمر اللي هو المؤتمر الأفريقي والمؤتمر الأفريقي الأوروبي من أجل أن تكون هناك مقاربة، كما قلت وأعيد، مقاربة تشاركية. الحلول اللي نطرحها هي حلول، جزء منها، واحد من أحد الحلول ربما أنه المئات الملايين ومليارات التي تصرف على القوارب الأوروبية اللي في المتوسط والشرطة والدرك الأوروبي، لما لا تصرف في شكل مشاريع تنموية في الدول جنوب الصحراء على سبيل المثال. هذا أحد المقترحات. أحد المقترحات اللي احنا ناقشناها في إعلام بنغازي مثلا هي إنشاء وكالة أورو أفريقية للتشغيل، وكالة قارية أو عبر القارات، يعني وكالة أفريقية أوروبية للتشغيل العمالة الماهرة والمفيدة. هناك أفكار كثيرة ممكن أن تناقش وتطرح، لأنه احنا لا نريد أن نأتي بأفكار جاهزة، ولكن نريد أن نفكر خارج الصندوق، نريد أن نخرج بخروج بأفكار وحلول ليست تقليدية. ليش نخرج بحلول ليست تقليدية؟ لأنه كل الحلول أثبتت فشلها، بما فيها المقاربة الأمنية التي نرفضها بشكل واضح وبشكل دقيق. طبعا السلطات والمنظمات والمؤسسات عندها دور مجتمعي، وعندها دور بما فيها وسائل الإعلام، ولهذا في المؤتمر الأفريقي، ونستهدف في المؤتمر القادم الإعلام كأحد أركان المشاركين الأساسيين، لأن هي يعني المسؤولية جماعية. بالتالي كل السلطات وكل المنظمات، سواء كانت سلطات رسمية حكومية أو مجتمع مدني، كلها معنية بالعمل معا لإيجاد حلول وحتى خلق وعي عند المواطن. ولأنه لا نريد ثقافة الكراهية، ثقافة العنصرية تجاه الأفارقة. الأفارقة يد، هم مساهمون وهم إضافة للمجتمعات التي يعملون فيها أو يقيمون فيها أو حتى يتجنسون فيها. وبالتالي احنا يعني هذا الدور هو دور يجب أن يكون مستمر، يجب أن يكون هناك تشبيك بين المجتمع المدني، بين الأكاديميين، بين الخبراء، بين المسؤولين الحكوميين، بين البرلمانيين. كل هؤلاء يجب أن يعملوا معا لمعالجة مسألة الهجرة. شكرا. الحكومة الليبية برئاسة معالي الدكتور أسامة حماد رئيس الوزراء هي على استعداد كامل لاستضافة الحدث المهم القادم، الحدث الأوروبي الأفريقي، لإيجاد مقاربات جديدة حول الهجرة، مقاربات ليست نمطية، ليست تقليدية، مقاربات
تجد معالجات لمقاربات تشاركية بين الضفتين، بين الجانب الأفريقي والجانب الأوروبي. للأسف السياسات السابقة كلها سياسات أحادية، وكلها أو أغلبها هي سياسات أمنية. نحن نرفض هذه المقاربة الأمنية، وبالتالي نريد مقاربة تشاركية تنموية، تمويل المشاريع في أفريقيا، إقامة مشاريع لعدم توطين الأفارقة في دول العبور، واحدة من المسائل الأساسية التي نريد أن نهتم بها. لكن مرة أخرى أجدد استعداد الحكومة بلادي لاستضافة هذا الحدث الهام الذي سيحضره برلمانيون وحكوميون ومجتمع مدني وإعلاميون وأيضا الأفارقة في المهجر. شكرا لكم. لقاءنا هذا النهار هو استعداد أو تمهيد لمؤتمر دولي بليبيا الشقيقة ببنغازي. ارتئينا باش نعملوا تشارك ما بين الضفة الإفريقية والضفة الأوروبية، وهذا النهار هذا كانت جلسة أولى فيها يعني تدخلات واقتراحات كيف غيمكننا أننا نسير هذا المؤتمر من طرف خبراء أفارقة وخبراء أوروبيين من بعض الدول المتوسط. وهذا هو الهدف من الهيئة المتوسطية للهجرة واللجوء، أننا اقترحنا أن الهيئة تكون على مستوى المتوسط وسمينا كذلك المتوسط. لدي مداخلة في المؤتمر الذي دعيت عليه إلى طنجة، وهو أن ألمانيا بدأت تغير سياساتها بما يتعلق بموضوع الهجرة الغير منظمة ووضع سياسات جديدة، علما أن ألمانيا من بلاد الأوروبية المرحبة جدا باللاجئين وقدمت دعم غير محدود للاجئين، لكن ظهرت عندها مشاكل عديدة في الفترة الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما استنزفته من أموال ودعم لهذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، خاصة أن ألمانيا من العام 2015 إلى الآن تستضيف عدد كبير من اللاجئين من الشرق الأوسط، من سوريا والعراق ليبيا اليمن، وفي السنتين الأخيرة تجاوز 1 مليون لاجئ من أوكرانيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية. سنجد مشكلة في تطوير السياسات في الهجرة سواء مع الاتحاد الإفريقي أو مع الاتحاد الأوروبي، يعني تكون تخدم الاتحاد الإفريقي وتكون تخدم كذلك الاتحاد الأوروبي. هل نحن قادرين على خلق سياسة هجرية تكون في خدمة الشعوب الإفريقية والشعوب الأوروبية؟